السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تاع البليده لنقف على الاشغال نتاع التهيئه حول يعني السلام عليكم. الطرق والفضاءات العموميه، وفيه عمليه تاع لو فيرديسمون، سكون ابل لو فيرديسمون، التخضير نتاع الفضاءات هذه. وهذا امر جيد وجميل ومستحب ومستحسن، لكن احنا ماذا بينا تكون تطوروا في حدائق، لازم تكون في حدائق كبيره وفيها يعني عمل نتاع ان بيزاجيزم، فيه تطوير للجانب نتاع الطبيعه. لازم تكون الطبيعه هي الاساس، في اشجار، غازون، نوار شباب، وتكون هذه الحدائق في وسط المدينه في اماكن حضاريه باش الناس تقدر تبروفيتي وتروح تريح وتروح تشم الغازون. حتى الغازون عنده ريحه مريحه، تشم الغازون، تشم النوار، تشم الشجره، هذه هي الاخر. ولازم تكون حدائق، ماشي غير قال طرف الطريق وطرف التريطوار وطرف الاخر، لا، لازم يكون في حدائق كبيره. ونستلهم، على ما نستلهمش من جاردن ديسي، ونحاول ندير يد شويه حاجه تشبه لجاردن ديسي، ناخذ افكار من الحديقه الحامه ونحاول نطورها في المدن نتاعنا. ناخذ اي فضاء نسقم ندير يا خويا، هذا العمل كبير وعمل مهم جدا وللشعب قاعد يدومونديه. ما كاش اللي يقول لك هذه خساره دراهم، ولا لازم تكون في هذه الامور تاع تطوير الفضاءات الخضراء حول المدن، خاصة المدن اللي كان بيطون بزاف. علاش؟ باسكو هذه الأمور سي أبيزون، تريح النفس، باسكو المدينة رغم كل ما توفره من يعني فوائد، يعني لا ديسبونيبيليتي نتاع بزاف حوايج، لكن في الأساس المدينة هي تضغط على ستريسونت، المدينة تضغط على المورال تاع بنادم، تضغط على المعنويات تاع بنادم، تدير الستريس للإنسان. دير إذا المدينة لازم لها يكونوا فضاءات عمومية، ويكونوا فضاءات حدائق وأشجار، وتكون زهور، وتكون يعني في وسط هذاك الكم الهائل نتاع الإسمنت. إذن على الإطارات والسلطات والمسؤولين الوقوف على هذه المشاريع نتاع التخضير، وخاصة مع ارتفاع الحرارة والتغيرات المناخية وكذا، لازم نحارب هذه التغيرات المناخية ونحارب التلوث وكذا بإكثار في الغرس الاشجار. الاشجار واش دير؟ الشجره تنحي لك، تنقص عليك الكربون وتعطيك الاكسجين. شكون حاجه اللي دير لك هكذا؟ والله هي الشجره غير مفيده اكثر من شي عباد. الشجره ما تهدرش، بصح تعطيك، ترفد لك الاكسجين، تنقص لك، ترفد لك الكربون، تنقص لك هذاك التلوث، هذاك تنقصه، هي تريسبيريه، هي تدي ترجعوا خشب، تعاود تحولوا الى خشب، وتعطيك الاكسجين، تعطيك الاكسجين باش تريح، باش تبرى، باش الامراض ديالك تنقص، باش الاخر. اذا يا مسؤولين، يا شباب، يا مجتمع مدني، يا جمعيات خيريه، يا ديار البيئه، كاين ديار البيئه، دار البيئه، دار البيئه، دار البيئه، هذا هو العمل. لازم كل النشاطات نتاعكم تتمحور حول العملية هذه نتاع تخضير المحيط. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو وما تبقى منه، والسلام عليكم.